بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم طلابنا، طلاب الصف الخامس بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة. هيا بنا نستعرض لهذا الفيديو في درس الخلافة الراشدة عن أحد الخلفاء الراشدين، وهو سنعرفه حينما نتكلم عنه. نعم، في كتابنا المدرسي صفحة 117 نبذة عن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي ترضى عنه ربي من فوق 7 سماوات، وكذلك ذكره النبي وأثنى عليه في هذا الحديث. هيا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل سيدنا عثمان بن عفان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. هيا بنا نأخذ نبذة عن هذا الصحابي الجليل. نعم، نسبه هو عثمان بن عفان الأموي القرشي. نعم، إسلامه أسلم في السنة الأولى من البعثة. لقبه لقب بذو النورين لأنه تزوج 2 من بنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صفاته: كان يتصف بالكرم والحياء، كان حييا هذا الصحابي الجليل. وفاته: توفي في السنة 35 للهجرة. هيا بنا نتعلم تلك القيمة التي وردت عن هذا الصحابي. ألتزم بالحياء في تعاملي مع الآخرين أسوة بالخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، أضف لمعلوماتك: اختار الخليفة عمر بن الخطاب قبل استشهاده 6 من الصحابة ليختاروا من بينهم خليفة، واستقر الأمر على اختيار عثمان بن عفان خليفة للمسلمين، والصحابة الذين اختارهم عمر بن الخطاب هم علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله. ثم اختاروا عثمان بن عفان ليكون خليفة للمسلمين بعد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا تنسوا في الترتيب هو رقم 3 في الخلفاء الراشدين. نستودعكم ربي، حياكم الله في تلك هذا المدرسة الطيبة، مدرسة الأندلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.